بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة عيدكم كاملة، اللي تكون درت معكم لايف ديجا قلت لكم صحة عيدكم، إن شاء الله تكونوا تجوزتوا بالصحة والهنا. الحين نرجعوا دوكا لصيام أيام الست من شهر شوال. اليوم بديت معكم صبيحة من صبيحات هذه الأيام خفيفة ظريفة، بما أننا مازلنا عيانين بديت يعني هاد الصبيحة بالحوايج كامل سهلين وخفاف. هنا بديت بأن بغيوش حطيته راهو يخمر، ورحنا لهنايا فرد من أفراد العائلة بدأ في التحلية. هاد التحلية سهلة مهلة، تحلية البنان يعني خفيفة ظريفة غير بالفلامبر. حكمنا ليتر تاع الفلان، حطينا فيها قرصة تاع الملح، زوج باكيات تاع الفلان، وحطيها طيب. لو طون لي راهي فوق النار ابدا انتيا ولا بدا قبل هذه العملية، حكمي لي بودوار تاعك، حكمي شوية تاع القهوة، حطي فيها. هنا حطينا حنا نص كافي، تقدري تحطي تانيك قهوة تاع تراس، وحكمي لي بودوار تاعك وسد فيهم في اي مول عندك، سواء كان سيرسو قلب كاري كيما تحبي. هنا بعد ما طاب الفلون كان الاشوار تاعك تاع الزاج ويتحمل الحراره حطيه جيغات، كان لالا كيما تاعي حتى تبرديه شويه ومن بعد تحطيه. ومن بعد حكمي 10 هكذا يا حبيبات تاع البسكوي اي نوع تحبيه، وزيدي لهنايا وحده تاع الجبن الطازج، وزيدي لهنايا حبيبه تاع البنان. ما تنسيش قلت لكم قريصه تاع الملح داخل الفلون كي طيبوه. ومن بعد حكمي اشي كل حاجه لهنايا على فوا، حكمي الاشوار تاعك ورحيهم مليح مليح، ومن بعد صبيهم فوق هذاك الاطار ديالك، خليهم حتى يتجمدوا، حطيهم كي تبرد شويه حطيها في الثلاجه. اي فوا تجمد زيد حكمي حبيبه تاع البنان واحده اخرى، ما كاش ما اسهل يعني من هاد التحليه، خفيفه ظريفه وبنتها يعني ما شاء الله. كنت درتها انا ديجا من قبل في رمضان وما درتهاش معكم فيديو، وفي هاد الايام الست من شهر شوال راني درتها لكم كون فيديو. هاي لك لهنايا حكمنا حبيبه تاع البنان، ومن بعد عاودي سد فيها لهنايا فوق هذاك الفلون تاعك بعد ما يجمد فلون كراميل. لهنا قلت لكم بعد حكمنا شويه تاع الكراميل، سواء عندك توفيه في الدار ولا كراميل، ولا ديريها لهنا في اون بوش وخدمي هكذايا خطوط عشوائيه. ومن بعد حكمي لهنا كاوكاو ولا لوز ايفيلي غريي هكذايا، حمريه شويه في الفرن ومن بعد حطيه بالفوق. صدقوني اسهل واروع تحليه تقدميها لافراد العائله تاعكم، جات بنينه 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 يعني ما شاء الله. خلوها لهنايا تبرد تشد روحها مليح مليح، خلوها تبرد وقدموها لافراد العائله تاعكم. اروع تحليه يعني قلت لكم، واسهل تحليه تقدموها، عجبتني بزاف بزاف. على بها عاودتها قلت لكم نشاركها معكم لهنايا في الايام الست هذه من شهر شوال، بما اننا عيانين انا لهنايا حكمت يعني خدمت غير الاشياء السهله والسريعه. عاودت لهنا رجعت القديره تاعي تاع الشوربه، راح ندير لهنايا لسان العصفور على مره، خاطرش انا لهنا ما ناكلش الفريك. قلت ندير لسان العصفور على مره هكذايا باش نضرب عصفورين بحجر ناكل معاهم، ومام طون ندير غير قديره وحده ما نزيدش ندير البويون ليا. وهنايا باش ما نديرش يعني البوراك نعاود نخدم الديول تاعو كامل، كانوا عندي غير خمس حبيبات تاع الديول. درت لهنا البطاطا، البصل قطعته بطاطا غليتها، انا البطاطا قبل ما نغليها نملحها شويه، ندير لها شويه تاع الكركم، نقليها شويه في الزيت، شويه تاع الفلفل الاسود، ومن بعد لهنا معستها مع شويه تاع البصل، شويه تاع المعدنوس، شويه تاع الزيتون تاني قطعته ايفيلي، وشويه تاع البصل تاني مقطع اون بتي دي. البصل المعدنوس قلت لكم، الزيتون البطاطا، وانا اللمسه الاخيره تاعي لهنايا نزيد لها شويه تاع زيت الزيتون والفلفل الاسود وطبعا الملح، وتبداي تعمري لهنايا في الاوراق تاع البريك تاعك. يعني عمليه سهله وسريعه ما يشدوناش كامل الوقت، وهكذا تانيك نحيو علينا شويه تاع التعب. مازلنا يعني الحقيقه جوزنا رمضان، جوزنا يعني بصحة ولهنا إن شاء الله ربي برك يتقبل كل ما خدمنا فيه من عبادة، من يتقبل الدعاء تاعنا لينا، المرضى تاعنا، الموتى تاعنا، يعني حاولنا اجتهدنا وإن شاء الله ربي يتقبل منا. هنا بديت نعمر في الأوراق تاع البريك تاعي هذوك اللي قلت لكم عليها، حنا أفراد العائلة صغيرة قلت لكم بقاو لي غير خمس أوراق تاع الديول. عمرتهم، حطيت لهنا اللحم المفروم اللي كنت خدمته تاني، حطيت اللحم المفروم هو الاولاني، ومن بعد زدت البصل، الملح، فلفل اسود،
والمعدنوس، هذا ما كان، ونعمر البريكات تاعي، والنتيجه راكم تشوفوا فيها لهنايا. كنت درت معكم تاني في روتين كيفاش تغلقوها وكيفاش تطيبوها. انا نطيبها بهذيك الطريقه، يعني ما يتحرقوش، والبيضه اللي يحبها سائله تقعد سائله، واللي يحبها طايبه نار قليله وراكي طيبي فيها طيب لك ما شاء الله. اين فوا كملت هذاك البريك عاودت وليت لهنايا للفطيره، ما حبيتش ندير المطلع، ما حبيتش ندير الخبز تاع الكوشه، درت غير فطيره برك تمتم، زيت نحيتهم زوج حطيتهم ابا، ودالي لهنايا داروا ان غراتان ساهل ماهل تاع البطاطا، حكموا صدر الدجاج ماريناوه. هنا ما درتش معكم مقتطفات باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، ومهما هذوك المقتطفات كاين يتمحاولي. حكموا الدجاج قلت لكم ماريناوه باي توابل يحبوها افراد العائله تاعكم، طيبوه، ومن بعد زادوا حكموا البطاطا قلاوها، خلطوهم مع بعض هذاك الدجاج مع لهنايا البطاطا، ومن بعد حكموا طاس تاع الميكسر، حطوا فيه البيض، حطوا فيه شويه تاع الفورماج، حطوا فيه واحد تاع ياغورت ناتور، شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه تاع المعدنوس، ميكسوا كل حاجه، حطوهم من الفوق، حطوا هكذاك واحد زوج حبيبات حتى ثلاثة تاع البيض، وحطيه داخل الفرن، والنتيجة راكو تشوفوا فيها من أروع ما يكون. وشنو هنا ما تقسموش سخون، أنا قسمته سخون بالسيف، يعني لا قدرت نحي لكم هذاك الطريف. التحلية كان راح لي هذاك المرسول اللي قسمناه، شليدة خفيفة، وكان هذا هو الميني. إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم، خفيف ظريف، إن شاء الله تانيك تديو منه أفكار لهاد الأيام الست من شهر شوال. نتمنى ان شاء الله نكون عطيتكم وفدتكم ولو بقليل. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.